المشروع بتاعنا عبارة عن فكرة طلعت من شغل بقاله أكتر من 3 سنين. احتكينا كتير جدا بأفكار ليها علاقة بالهوية المصرية قوي، واكتشفنا إن في جاب كبيرة جدا وتباعد كبير جدا ثقافي ومعرفي أصلا ما بين الأجيال الجديدة وما بين تاريخنا وجذورنا فنيا وفي حاجات كتير جدا. قدرنا نجمع ماتيريال كتير جدا، طلعنا منها النص ساعة دي لأن هي دي كانت المدة اللي قدرنا نشتغل عليها في خلال أسبوعين، بدءا من الجمع مرورا بفكرة إن احنا نعمل سياق درامي إلى حد ما بالمزيج ده، عامل ضفيرة كده ما بين الغنى وما بين الحكي، وإن كل ده يبقى في إطار درامي وإطار فني نقدر نخليه في عرض مسرحي يبقى ممتع وبيحتوي محتوى حقيقي. أمسيت حكي وغناء مشروع توثيق التراث الغنائي بمحافظة قنا كانت بتمويل من ودعم من الاتحاد الأوروبي واليونيك. فكرة المشروع كانت المساهمة في توثيق وأحياء التراث الغنائي بمحافظة قنا. كان عندنا حلم بالنسبة لنا، وخاصة بعد تجربتنا على الأرض في القرى وأقاليم الصعيد أثناء مشروع نواة المسرح المجتمعي، واللي كان بمثابة فرصة لينا إن احنا نشتغل على الأرض مع شباب فنانين في عروض مسرحية كان الهدف منها التوعية.